روح يعني مو معقول هي القصة. مبارك يا رفيقتي، لازم تشحطيني معك يعني. انت بتفكر حالك لساتك عزابي؟ لك مو قصة عزابي بس داخلي من الطقوم. طب يلا خلصني افتح. شو هي بيبي؟ والله وعملتها هالتالة. شو عملت خير؟ عزمتنا الأسبوع الجاي على العرسة. عم تحكي جد؟ هيك شو كاتبين؟ عجنة الأطفال منازل هون. ايه منيح خلص أنا بضل هون، أنت روحي. شو مظلوم؟ يلا امشي. أنا ليش اتجوزت ما بعرف. بدي أطيها رايح على عرس وخطبة. كان على بالي هيك صحن فتوش، صحن بطاطا، صحن جوانح مقلية. والله معك حق، بس أنا المشكلة ما عندي وقت، يعني منيح مني اللي عم لحق أطبخ. لأنه نحن ما خلصنا مناسبات اجتماعية، صفي مناسبة ما رحنا عليها، تقولي كلهم تركوا مناسباتهم الاجتماعية لبعد ما نتجوز. قلتك، تتذكر قبل ما نتجوز؟ لك كان يا دوب بالشهر مرة يا تجينا عزيمة على شي خطبة يا على شي نجاح حدا، مو مثل هلا لك ما عم نلحق. يا شو بدنا نعمل؟ خليك يا حبيبي. أنا ألو ألي ماما، شو بكي روحي؟ ليش عم تبكي؟ طولي بالك ليش كمان؟ ليش عم تبكي؟ لك احكي بس قلي لي شوفي عم تحكي جد؟ طولي بالك. الله يرحمه. مات؟ لك طولي بالك. مو إلك ماما، مو إلك. أنت كمان طولي بالك حبيبتي. إيه خلص تكرمي. خلص أنا بكرة الصبح بكون عندك وبنطلع على الضيعة. لك هدي بقى. يا ماما مو إلك حبيبتي، مو إلك. رولا ما بعرف شو صار لها. إيه لا تبكي. المهم لا تبكي عم قلك. ليش عم تبكي مرت عمي؟ ليش عم تبكي؟ مات ابن خالتها. هدي الله. اوكي حبيبتي خلص انا الصبح بكون عندي. باي يا عمري. عمركم الله يسلم عمرك. اي واحد؟ لك هذا القصير. قديه عمره؟ 80 لساته اول شبابه. والله زعلني والله. طب يعني هو ما بيقدر يتأجل لغير يوم؟ لازم بكره. يا خلص هو الحق عليه مو علينا، يعني كان لازم يقول لي انه بعد بكره بدي موت بنظبط عمورنا يعني. ولا غلاظه قصاي، شو بدك تعمل هلا؟ بدنا نطلع بالاجر حبيبتي، يعني بس بهذا الاجر لا في هدايا ولا في شيء. الله يرحمه. ايش هو؟ صباح وحو. صباح النور. بالعاده بشتغل قبل القهوه. بتعرفي عنا عزا بالضيعه وما بدي اروح معدتي فاضي. طب خليني كمان احط لك شيء. عادي حبيبتي عادي. بياكل لقمتين ودوب يروح جيب امي وسافر فورا. طيب صحي بيبي، لا تتاخر اليوم المساء، عنا روح على بيت ابو سعيد. ومين هذا ابو سعيد؟ هي تاني مره بتسالني. هدول جيران بيت اهلي، اليوم متكلفين وعاملين عشاء. ما حلوه ما نروح؟ صار لنا شهرين عم ناجلهم. هي لما بتتاجل تحججي لك بشي قصه، دقي اعتذري منهم او لا تحججي قولي لهم عنا حاله وفاه. يا الله قصي، ما عاد عندي ولا عذر. هي خامس مره بنأجلهم للجماعه، هلا بيفكرونا مو حابين نروح لعندهم. ماشي حبيبي خلص املي لا الله. بدك شيء؟ لا بسلامتك. انتبه على حالك. ايه اوكي باي باي. بيبي حبيبي حياتي. هاي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله ما تعبت. شو ما تعبت، فرطت لهلأ ما هديت. يا عمري طب لحق يلا غير ثيابك لأنه تأخرنا كثير على الجماعة. بعدين لا تنسى لازم نسا نروح السوق وننقي له شي شغلة، ما حلو نفوت إيدينا فاضيين. طيب يلا حروح أتحمم أنا وغير ثيابي. لا لا بيبي لوين؟ تقبرني هلا انت البس وخلينا نروح، بس نرجع عمل مليون حمام ودوش. يلا